طبعا تدري المخدرات هي آفة وكبيرة تهدد العالم بشكل كامل والمجتمع العالمي. هناك من يحاول أن يدخل هذه لأسباب اقتصادية أو حتى لأسباب تخريبية، تخريب المجتمع. طبعا هذه الجهات التي تعمل للأسف، يعني هناك منظمات ومؤسسات قد تكون تعمل لتخريب المجتمع العراقي عقائديا، أمنيا، في كل الاتجاهات. لعله واحدة من أهم الأماكن التي يتجنب أولئك يتحركون بهذه الجريمة هي محافظة كربلاء المقدسة. اليوم أصبحت مكان خطر عليهم، على أولئك المجرمين يحاولون يتجنبون بشكل أو بآخر، لأنه أي خلية تحاول تدخل كربلاء مباشرة يلقى القبض عليها. أي شخص يعمل بهذا المجال الذي هو يتسبب بجرائم مثل ما تفضلت، من خلال التحليل، من خلال التحقيق، أغلب الغالبية العظمى للجرائم ترتكب هي من أناس للأسف يعني هم واقعين تحت هذا التأثير الإجرامي. ولكن الحمد لله في كربلاء هناك تقدم كبير وهناك فعالية كبيرة، هناك دائرة مختصة هي مكافحة المخدرات، فيها مسؤول وضباط أكفاء على مستوى عالي يعملون بشكل ممتاز جدا، شجعان، يعلمون أهمية مدينتهم ومجتمعهم. الحمد لله هناك إجراءات وقائية كبيرة وهناك إجراءات فعالة في مكافحة هذه الآفة.